صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبحكم إماراتي مميز. صباح الخير على وطني أغلى الأوطان، وصباح الخير على علمي الذي سيبقى إلى الأبد شامخا في وجداننا وفي عنان السماء. اليوم يوم العلم، رمز عزتنا وافتخارنا، رمز وحدتنا وقوتنا، رمز الخير اللي ننعم به وينعم به كل من يقيم على أرض الإمارات. علمنا رمز السلام والمحبة اللي تبعثها دولتنا إلى العالم أجمع. كل عام وعلمنا عاليا خفاقا في سماء العز. دمت يا وطن، وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. يسعدني أعزائي المستمعين أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا. أطيب التحيات مني محدثتكم آمنة العلي، برافقكم خلال هذه الساعة، وبيشاركني طبعا في إخراج هذه الحلقة زميلنا المبدع نمر محمد. مثل ما عودناكم في برنامج صحة وسعادة نتناول آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع، وأكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم أيضا لدينا فقرة مهمة بنتحدث فيها عن مؤتمر دبي الدولي السابع للتغذية، وكذلك بيكون عندنا فقرة مميزة في نهاية برنامج صحة وسعادة بنستضيف فيها ضيوف مميزين كان لهم الأثر الكبير في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان لهم الفضل على تنشئة جيل كامل ينعم بهذه الوطنية العالية. في بداية حلقتنا اليوم بنقول لكم الخبر الأهم، واللي هو الإمارات تحتفل بيوم العلم. تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم 3 نوفمبر بيوم العلم، رمز الدولة والسيادة والوحدة، الذي يشكل محطة مهمة لتجديد الولاء والانتماء للوطن وقيادته رشيدة. واحتفاء بمنجزات ومكتسبات الدولة، وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي أكد في وقت سابق أن دولة الإمارات ستحتفل بيوم علمها في عامها 50 في 3 نوفمبر القادم، وسنرفعه على وزاراتنا ومؤسساتنا بشكل موحد 11:00 صباحا. رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين الماضية سيبقى معنا للخمسين القادمة، ليرسخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات. وفي هذا اليوم أعزائي المستمعين ترفع دولة الإمارات مواطنين ومقيمين ومؤسسات العلم مزينا المباني والوزارات والهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية والشركات الحكومية والخاصة، ليعكس تلاحم أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها تحت راية العلم، ويرسخ وحدة الأهداف والمبادئ للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته، وهي أيضا مناسبة لتجديد العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة دائما بين الأمم والشعوب. وأعزائي المستمعين، من خبرنا خبر يوم العلم سننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا اللي عودناكم عليها، وبتناولنا أسماء مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. نور والسرور عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي.
أهلا فيك أسمى. أسمى اليوم حابين تنقلي لنا فعاليات هيئة الصحة في دبي بمناسبة يوم العلم. مثل ما تسمعون صوت الأغاني الوطنية والأناشيد الوطنية موجودة في كل مرافق هيئة الصحة بدبي بمناسبة يوم العلم، ومثل كل الجهات الموجودة في الدولة راح نكون كلنا مصطفين عند العلم لرفع العلم في تمام الساعة 11 صبح. بالنسبة أيضا لقنوات التواصل الاجتماعي، جميع قنوات التواصل الاجتماعي تحتفل بيوم العلم من خلال تصوير الفعاليات الموجودة في الجهات اللي هناك. كثير من الأسر اللي تحتفل بمنازلها، نشوف وايد بيوت مصورين وحاطين في قنوات التواصل الاجتماعي رفع العلم في منازلهم، وهاي يعني تقريبا الوسم، وسم يوم العلم مصدر الترند في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم أسمى، وهل هناك مستجدات على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الأخبار الصحية أسمى؟ بالنسبة للأخبار الصحية، نحن مستمرين في نشر الوعي بشأن تطعيم COVID-19 وأيضا تطعيم الإنفلونزا وطريقة حجز المواعيد. ممكن حجز الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال مركز تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال الواتساب. بالنسبة للجرعة الداعمة يمكن ذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال 800-342. يعني أسمى نقدر نقول أن اليوم بنشوف احتفالات هيئة الصحة في دبي على وسائل التواصل الاجتماعي؟ صحيح، نحن مركزين اليوم على احتفالات يوم العلم في قنوات التواصل الاجتماعي، وراح ننشر فيديو يحتوي على هاي الاحتفالات في جميع مرافق هيئة الصحة. إن شاء الله أسمى، تفضلي كملي حواراتك ونقاشاتك الصحية. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا مركزين عليها هي أن بخصوص النشاط الخاصة بالصحة النفسية، وأيضا كيف الواحد ممكن يتخلص من أو يتصرف عند حدوث أي مشكلة نفسية، ممكن من خلال طلب المساعدة من خلال زيارة المرافق الصحية أو حجز موعد مع طبيب الأسرة، ومن ثم في حال احتاج التحويل يتم تحويله إلى المرافق الصحية المتخصصة. أيضا ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها نصيحة حول عدم مشاركة البيانات الصحية مثل اليوزرنيم والباسورد الخاص بتطبيق هيئة الصحة بدبي مع أي شخص آخر، لأنه يحتوي على بياناتك فبياناتك مسؤولية. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. أتمنى لكم الصحة والسعادة. دمتي بصحة وسعادة زميلتي أسماء الجناحي. أعزائي المستمعين، مثل ما نعرف اليوم صباحنا صباح إماراتي مميز، صباح يفخر به كل مواطن على أرض هذا الوطن وكل مقيم. أيضا جميعنا نحتفل بيوم العلم، نرفع العلم على بيوتنا وعلى مؤسساتنا وعلى الهيئات وجميع الوزارات في الهيئة وجميع الوزارات في الدولة. كلنا نحتفل اليوم بروح واحدة وبمعنوية عالية، نرفع هذا العلم استعدادا للاحتفال بعامنا 50 والأعوام القادمة إن شاء الله من هذا الاتحاد. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم الحين فاصل قصير وبنرجع نكمل معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة، انتظروني. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-55-14 وللرسائل النصية القصيرة 4006. أعزائي
أعزائي المستمعين، كما ترفرف الرايات فوق كل بيت إماراتي ويرتفع السلام الوطني مدويا في سماء الدولة، وتقام الاحتفالات في كل أرجاء الوطن، حيث يقوم كافة أبناء الشعب برفع علم الدولة على مختلف المباني في كل إمارة، تعبيرا عن مدى المحبة والولاء للقيادة الرشيدة وتجديدا للعهد مع الوطن وتأكيد الانتماء إليه. وكان صاحب السمو الشيخ محمد براشد آل مكتوم رعاه الله قد اعتمد مبادرة يوم العلم عام 2012 كمناسبة وطنية سنوية يحتفل بها شعب الإمارات، تزامنا مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم في اليوم ذاته، وهي مناسبة عطرة وعزيزة على قلب كل مواطن ومقيم، تمثل قيمة وطنية عظيمة بصفتها محطة مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومسيرة تطورها التي يقود نهضتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله نحو مستقبل واعد لكل أبناء الإمارات. أعزائي المستمعين، مثل ما نعرف هذه المناسبة المميزة على قلوبنا في يوم العلم تحتفل كل المؤسسات ومن بينها مركز كبار المواطنين الذي يحتفل اليوم بمناسبة يوم العلم، ونستضيف معنا اليوم الأخ عبدالله الفلاسي أخصائي إداري ومالي في مركز سعادة كبار المواطنين. صباح الخير أخوي عبدالله. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا فيك أخوي عبدالله. بداية نحن سعيدين بمشاركتكم اليوم معنا في برنامج صحة وسعادة، سعيدين أيضا بالاحتفالات اللي تقومون بها لكبار المواطنين لتسعدوهم وتشاركونهم في هذه المناسبات الوطنية. حبينا تخبرنا اليوم بشكل مختصر عن الفعالية المقامة في مركز كبار المواطنين. أول شيء الله يسلمك، مشكورين على هذا الاتصال. اليوم هو بمناسبة رفع العلم، مناسبة مسوين الكبار السن من يمعينهم في احتفالات بسيطة، مسابقات بينه وبينهم، وفي بعض الأنشطة اللي بيسوونهم بينهم مع الموظفين. نعم. ورفع العلم إن شاء الله بيكونون موجودين. وأيضا أخوي عبد الله، دائما نشوف أنكم تحاولون أن تربطون الكبار المواطنين معانا في كل المناسبات، فشو شعوركم أنتم كأشخاص تشاركون الناس اللي أسسوا هاي البلاد، الناس اللي كبرونا وعلمونا هذه المناسبة الوطنية؟ كمي طال عمرك، هوها واجب علينا، هذيلا هم يعني حنا ومنه فينا، وشاركتهم نوع من التعزيز من للماضي والحاضر مع بعض، لأن هذين يذكروننا بأهالينا وجداننا. وبالعكس هذين هم يعني شو بقول لك، جزء منا، ونحن اللي نقدر نستفيد منهم من خبرتهم وتعاملهم وكبر، فهم أفهم منا، فتواصلنا بيننا وبينهم هذا ربط، ربط كعلاقة، كربط بالفاميلي مع بعض البعض. نعم. شيء هذا شيء يعزز من التواصل بين المرضى، هم ما نعتبرهم مرضى، نعتبرهم أهالينا. نعم، يعني كمية الحب اللي لمستها وأنا أنسق مع الأخت خديجة ومعاكم، أنكم أشخاص دائما توالون كبار المواطنين المراجعين في مركز سعادة، مركز كبار المواطنين، يعني هذا الاهتمام الفائق الصراحة. فأخوي عبد الله الحين معانا، نعرف الوالد عبد العزيز القصاب،
فأنا كلمت الصراحة الصبح وحابة أصبح عليه مرة ثانية. هذا هو يسمعك. هلا أبوي إيش حالك؟ الصحة والسلامة مرحبتين. مرحبا فيك، شخبارك أبوي؟ إن شاء الله بخير. أنا باكم دوم هالاهتمامات إن شاء الله. إن شاء الله أبوي. نحن دوم نهتم فيكم نرمس عنكم، بس ما يا في بالنا نجيبكم عنا لذاعة. شو رأيك؟ نرمسون عنا ونحن وراء الستائر. الله يطول عماكم. نحن باكم تحضروننا قدام الستارة الحين. اليوم اليوم قدام الستارة. دوم في قلوبنا أبوي. دوم دوم والله. لا لا خلاص نشوفكم الحين، يسمعونكم اليوم والله. أبوي عبد العزيز، بغيت أسألك شو شعورك وأنت مواطن أنشأت جيل في هذا الوطن بمناسبة يوم العلم؟ شو تحب تقول كلمة بهذه المناسبة؟ والله طال عمرك، أولا قبل كل شيء نهني شيوخنا بهذا اليوم الحلو ويوم الجميل، نهني شعوبنا أخواننا حبايبنا محبيننا المواطنين غير مواطنين أخواننا أصدقائنا ضيوف اللي عندنا، نهنيهم جميعهم ونهني تراب الأرض هذه الحلوة، تراب الأرض هذه الحلوة الجميلة اللي تحفظ الناس كلها، تحفظ الناس من جميع الحال العالم. سمعتوا؟ وهذه البلاد الحبوبة، بلاد المحبة، بلاد المودة، بلاد المخوة، بلاد الصداقة، بلاد العمل، بلاد كل شيء. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى نزل علينا هذا الشيوخ الحلوين الطيبين من سلع إلى فجيرة. الحمد لله من حالاتهم، من يشوفونه ما يبون يودرونهم في العالم، من كل بلد يجونا والحمد لله ودهم ما يظهرون من بلادنا، ودهم هم يلسون بقالنا يرغونا نعم يقولون لنا عن تسورة بلادنا. والله أبوي هالكلام الطيب يعني تدمع للعيون، يعني كلامك كلام نابع من القلب أبوي. لو ما لو تسمح لي أخلي أمنا الوالدة نورة تشارك معك في الفقرة. والله زين، تدخل ويانا الحين نورة أبوينا عندكم؟ هي لا بعنا بناخذها بالتليفون. أمي نورة سلطان إيش حالك؟ صباح الخير. الله يبيهم خير نور الترور تصحيح الأمور. يا هلا فيك أمي، طمنيني شو الموعد؟ قلتي لي عندك موعد اليوم الصبح. شوية تعرفين بعد الواحد الكبر شير على ما يقول على ما يقول المتوسط. عند الكبر. لا والله أنتوا الخير والبركة، والله أنتوا الخير والبركة. الله يبارك في دينكم. نحن دوم نقول أهم شيء عندنا صحتكم وسعادتكم. يعطيكم الصحة والعافية يا رب. الله يعافيك والدي، الصحة والعافية والعز والمجد إن شاء الله علينا يا رب. إن شاء الله يا رب. أمي الحين أبوي عبد العزيز قال كلام شحلات عن الإمارات وعن الشيوخ، نقول أنت أمي إيش تبين تقولين؟ أنا بعد أقول الله إن شاء الله يديم العز لهذه الدار ويحفظنا إن شاء الله حكومتنا الرشيدة ويبارك فيهم لأنهم ما مقصرين علينا. الله إن شاء الله يكفر عنهم الشر ويعمي عنهم عيون الحاسدين ويكفيهم يا رب شر المغرضين. على ديارنا دايما عامرة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. هذه دار السعد، هم سعداء ويسعدوننا نحن بسعادتهم، بس الله يعمي عنا عين الحاسد. اللهم آمين. يكفينا شر الحاسدين يا رب العالمين، ويجعل الدار دايما عامرة إن شاء الله. إن شاء الله. أمي نحن نكملين معاك، بنقول حق أبوي عبد العزيز، أبوي شو تحس يوم تشوف العلم اليوم بيرتفع في كل مكان وهو دائما مرفوع أكيد في قلوبنا قبل بيوتنا، فشو شعورك أبوي يوم تشوف العلم اليوم ويوم بترفعون العلم؟ وصف لي شعورك. والله طال عمرك الشعور يعني الواحد قد ما يبى يمدح ما يقدر ما يقدر. الحمد لله رب العالمين. نحن أولا شيء الفخر اللي عندنا والعز اللي عندنا شال لنا الفخر والعز هذه. سمعتي مثل ما قلتي في كل بلادي اليوم نبرج ما شاء الله علمنا وجوازنا بطير قدامنا كل شيء ما شاء الله. هذه هاي المحبة الطيبة، هذه المودة الطيبة. يوم بسير أي بلاد ما يجعلونك غريب، ما يجعلونك واحد من الدرب جاي، لا يجعلونك واحد منهم، يجعلونك واحد منهم لأن السمعة أبوي السمعة سباقة، سمعتنا سباقة أهل الإمارات. نعم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. جال جواز بطير هذا
بعد قدامك الله يبون يحطونك على راسهم هذه المودة، هاي المحبة من كل البلد. يعني إنسان إذا صار محبته يعني هالكثر، الناس يحبونه وناس يودونه، ناس يجون يلسون وياه، يأكلون وياهم، يشربون وياهم، يرمسون وياهم. هذه هي بلاد الطيبة، مو واحد يتزوج عن الثاني في نفس بلاده وساير ما يدري أخوه، ما يدري أهله، ما يدري جماعته. هذه الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. نحن في دولة الكل يعرف عن الكل، والولد يسأل عن أبوه. نعم أقول لك هذا طال عمرك، نحن حكامنا وشعوبنا الحمد لله ما قالوا شعوبنا، قالوا عيالنا، سمعتوا واعترفوا أن احنا عيالهم. صحيح. العيال الأبو في ما من عياله يبقى المحبة، يبقى المودة، يبقى الطيب، يبقى مع الناس يكون يمشي عدل على عمله، على أي شيء، أي مكان، أي مكان في الشارع يمشي، في السوق يمشي، يكون طيب، وواحد قدامه يسأله حاجة يكون يرد عليه باللطافة، بالمحبة، بالمودة، يسقي قلاص ماي، يسقي قوطي عصير، يسقي. صحيح أبوي. يتكفل فيه، يمكن عطشان. نعم أبوي. تعبان، ليك من برا هو تعبان. أكيد أبوي، هذا اللي أبيتون عليه. في البلاد إني فرحة، فرحة بأخلاقك، بطيبك، بمحبتك، بالمودة، يكون هو ما يعرف شو يسوي، يرد عليك. صح أبوي. صح. والنعم، والنعم أبوي بكلامك كل اللي قلته. الحين. الله ينعم عليك. لا أبوي ما خلصنا وياك، مخلينك ويانا اليوم. ماما مو خلصين. يا الله حبيبي، حبايبي والله حبايبي. تسلم أبوي. أمي نورة بعد ويانا على الخط ما سألناها. ها؟ أمي نورة ويانا على الخط ما سألناها شو شعورها وهي تشوف العلم مرفوع. والله عاد العلم مرفوع لهذا أولا شيء تاج الرأس، هذا هي تاج الرأس العلم. صحيح أبوي. أمي نورة ويانا ولا وين رحتي؟ نعم حبيبتي. هلا هلا أمي. أمي قولي لي شو شعورك اليوم يوم بيرتفع العلم الساعة 11 على كل المؤسسات وكل الهيئات، شو تقولين؟ شعوري حبيبتي ما له وصف، مهما أقول لك بعدني قصرت في القول. عندما يرتفع العلم قلبنا يرفرف على كل يرة خيط يرونه قلبنا يرفرف معه. يا الله. ونرجو من الله أن يجعل هذا العلم دائما مرفوع، هذا علم السعادة في دار السعادة، نجعله إن شاء الله دائما مرفوع ويرفرف على كافة أنحاء العالم، يقول رفرف علمنا فوق في أعلى البلاد. آمين. رفرف علمنا فوق في الساحل والوادي، رفرف علمنا فوق فوق الأراجيب، رفرف علمنا فوق في عالي الغبيب في كافة أنحاء العالم. علمنا دائما إن شاء الله عامر بفضل الله يا رب العالمين، يجعل دارنا دائما إن شاء الله عامر ببركات حكومتنا الرشيدة يا رب. اللهم آمين. أمي عادي خليكم ويانا على الخط شي خمس دقائق نطلع فاصل ونرجع. تفضلي حبيبي. اوكي ابوي تريانا ها، بس فاصل قصير وراجعين. تسلم ابوي، تسلم. اعزائي المستمعين، مع هذا الكلام الطيب من امي نوره وابوي عبد العزيز بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نكمل حديثنا. يوم العلم. سلام العلم، سلام سلام. نجدد عزمنا ونوحد طاقاتنا لتبقى راية دولتنا ورمز وحدتنا عالية شامخة بين الأمم. يوم العلم. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. حديثنا اليوم حديث شيق، حديث الأجيال، حديث ملهمين،
حديث الذين أسسوا هذه البلاد. اليوم معانا في برنامج صحة وسعادة ويشرفنا أيضا أن يكونون على الهوى معانا الوالد عبد العزيز القصاب والوالدة نورة سلطان. صباح الخير مرة ثانية أبوي عبد العزيز. الله يسبعك بالنور والسرور. سامحنا عاد خليناك تري شوي. لا ولا يهمك فعليك حاضرين يعني. تسلم أمي نورة إيش حالك ويانا؟ تسلم حالك حبيبتي حياك إن شاء الله ما عطلناك اليوم. لا ما عارف العكس حلو على قلبي. الحمد لله. أمي نورة قولي لي الحين بناتنا اللي يسمعونا اليوم في الإذاعة أكيد أنتم مهاتنا عندكم كلام في قلوبكم تبون توصلون لعيالكم، شو الكلام اللي تبين توصلي لهم إياه بما يخص يعني الوطنية والاهتمام بالوطن والاهتمام بالعلم؟ لأن أنا أحس أن الدرس يوم يعطى من عندكم الكلام يوم يطلع من قلوبكم يوصل لقلوب العيال، فشو تقولي لهم مي؟ العيال حبيبتي يمشون بما يشوفون أهلهم قدامهم. ما دام الأهل قلوبهم مرتاحة والأهل يفرحون بهذا اليوم يعني فرحة ما لها حدود ما لها بصة. هم بعد نفس الشيء حبايبي بصدقين، نحن عيالنا من البارحة في الليل يستعدون حق يشترون لهم أغراض ويودون حق المدرسة ويشترون من البالونات اللي فوقها علم الإمارات ويا أمهم لنص الليل في السوق. اي والله مو انا رادة يدعش، لازم انت تعرفين شعور الامهات. رادة يدعش نجهز حق يوم العلم. نعم نعم. بس ما نقدر امي نكسر بقلوب الصغارية والله، لان بنتي تدور من محل لمحل تدور هاللجوتي مال الجيش، ولا ودي اسوي شعري في الصالون، قلت والله ما اكسر بقلبها يوم العلم خاطرها تفرح. فشو نعم تقولي لامي تفرحي لهم؟ مستعدين حبيبتي مستعدين، أمي ودينا مني وأمي بنشتري هذا وأمي بنشتري هذا، جايين هم ونفافيخهم وعلامهم ما شاء الله عليهم، يعني الله يخليهم إن شاء الله يتمون دائما مخلصين للبلدهم العزيزة. آمين اللهم آمين. دائما يخدمونها بعينهم وبقلبهم ويحافظون عليها، أو شيء يحافظون على دينهم إيمانهم. إذا العيال حافظوا على دينهم يحافظون على بلدهم ويحافظون على سلامة بلدهم ويحافظون على رفعة علمهم. صحيح أمي، ذكرتي معلومة وايد مهمة أمي، الدين والإيمان هو أساس. نعم، هو نعم، أساس نعم. نشأة الأجيال أكيد 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 أكيد. أبوي عبد العزيز شاركنا الحديث، شو نقول حق الأبناء اليوم؟ شو تحس أنه في خاطرك ودك تقوله لعيالك لكل اللي يسمعونا؟ والله طال عمرك القول كثير مثل ما تقولين، لكن بنقصر القول عن كلمتين إن شاء الله وبيكون الأولاد اليوم. يا أبوي بدلتي وياي والله، بتشلوني وياكم؟ الدل حاضرة الدل حاضرة. تسلم تسلم أمي نورة. تبين تروحين إكسبو أمي نورة؟ أكيد من خلاص عيال، وعد أشوفكم أشوفكم في إكسبو إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، عسل دار عمار يا رب، وجود شيوخ يا رب العالمين. آمين. أمي ذكرينا قبل كيف كنتوا تحتفلون بمناسباتكم الوطنية؟ هل كان عندكم هاي الاحتفالات؟ كيف كنتوا تشاركون؟ يعني قبل الاتحاد ما كانت احتفالاتنا أيام العيد أيام العيد، عيد رمضان وعيد الحج وبعد الاتحاد، هاي المناسبات. وإلا إذا كان في أفراح مع أفراح وهالأشياء يعني أكيد. لكن الحين الحمد لله يومنا أهل السعادة وزادت سعادتنا وزادت فرحتنا، وعساها دايما إن شاء الله عمره بالأفراح. آمين يا رب. يا رب آمين. بلاد محفوظة بوجودكم بدعاويكم بالكلام الطيب اللي تتركونه. والله أنا أقول دوم إن نحن الله حافظنا بكبار السن، يعني كبار السن موجودين عنا اللي يدعو لنا ليل ونهار. أنتوا الخير وأنتوا البركة، وجودكم هو كل السعادة الصراحة. الله يسعدكم بالخير إن شاء الله يا رب العالمين، ويجعلكم دايما إن شاء الله بالصرحة والسرور، نلتقي وياكم إن شاء الله. آمين. على صرحة الدار يا شيوخ الدار يا رب العالمين. لما نروح إكسبو عقب يوم تقولون لنا شو سويتوا في إكسبو، شو رأيك إن تكلمونا في البرنامج؟ إن شاء الله. نشوف أكثر دولة حبيتوها، شو اللي زرتوه؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أبوي عبد العزيز. نعم. قول لنا اليوم نحن تكلمنا عن يوم العلم وتكلمنا عن الكلام الطيب اللي بتقوله حق العيال، الحين نبغى نعرف منك أيام أول عقب الاتحاد شاركت في احتفالات في مناسبات؟ نعم شاركنا. نعم، هاي قبل الاتحاد ولا عقب الاتحاد؟
قول لنا عقب الاتحاد، عقب الخير، عقب البركة، عقب الوحدة. لا حد، الحمد لله من يا اتحاد، الحمد لله رب العالمين نور الدنيا كلها، العالم كلها تنوروا الحمد لله رب العالمين بنور بنور. بابا زايد الله يرحمه، بابا راشد وشيوخنا اللي توفوا الحمد لله عليهم رحمة الأبرار. الحمد لله رب العالمين، الله نور علينا والله وفقنا الحمد لله. الحمد والحمد لله رب العالمين، من هذاك الحال لهذا الحال الحمد لله، الله يرزقهم أكثر وأكثر إن شاء الله. اللهم آمين. أكثر أكثر، شوفوا في خاطرهم الله يرزقهم شيوخنا. آمين. ويرزق أبوي اللي في خاطرك بعد يا رب. كل شيء. آمين. أبوي كلمة توجهها اسمح لي أبوي عشان الوقت، تعرف بعد شوي بيرفعون العلم، ما نبغى نتأخر عليهم في الإذاعة يزعلون علينا عقب. نقول أبوي كلمة، كلمة تقول لها، كلمة أخيرة توجهها لقيادتنا الرشيدة بمناسبة يوم العلم. أنا أقول لقيادتنا الله يعزكم ويخليكم ويطول عماركم. آمين. مثل ما نحن رقود وانتم تحرسونا، الله يزيدكم إن شاء الله العلم أكثر وأكثر. والشعوب الله الله في شعوبك مثل ما تباريهم هالنمونة بارهم، هم هذين إن شاء الله بيساعدونك وبيوصلونك أي مكان لك في خاطر بإذن الله وتعالى. إن شاء الله يوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكور أبوي عبد العزيز على هاي المشاركة الطيبة، يعني مليت قلوبنا بالحب، مليت قلوبنا بالكلام الطيب. أشكرك أبوي. الله تسلم. تسلم أبوي. مع السلامة. مع السلامة أمي نورة. اليوم مشاركتك أكيد بتكون محفورة في عقلي قبل ما تكون محفورة في هاليوم، لأن كلامك الطيب يعني يملي القلب، يخليني أشعر أن الدنيا بخير ونحن بخير بدعاويكم. فأبعرف منك كلمة توجهينها للقيادة الرشيدة. قيادتنا حبيبتي غنية عن التعريف في كافة أنحاء العالم، بس أرجو من الله دايما إن شاء الله أن يحفظهم. آمين. ويبعد عنهم شر الحاسدين، اللهم يوفقهم بالخير ويجعل الدار دايما عامرة بوجودهم. هم ما مقصرين الله يطول عمارهم، ما مقصرين، غنيين عن التعريف وغنيين عن المثل، بس ربي نرجو من الله أن يكون دايما في رعايتهم وفي حفظهم وسلامتهم، ويجعل الدار دايما عامرة حبيبتي يا رب العالمين. اللهم آمين. يكفيهم شرور الحاقدين إن شاء الله يا رب. اللهم آمين. أمي نورة سلطان سعيدة أنا يعني بشكل خاص بمشاركتك اليوم، وسعيدين أن نحن نسمع أصواتكم قبل ما يرفع العلم اليوم، يعني قبل دقائق من نرفع العلم كفاية نسمع أصواتكم، نسمع هاي الدعاوي الطيبة، نسمع هالنصايح اللي تطلع من القلب للقلب. مشكورة أعطيتيني من وقتك رغم أن عندك موعد اليوم. إذاك الله خير، الله يواليك الصحة والعافية يا رب، والتمين يعني ذخر وفخر للوطن. بس أرجو المسامحة حبيبتي منك لأني في المستشفى روحي تعرفين حبيبتي مثل واحد ما أخذ راحته في البيت يعني. لا والله شوفي وانتي في المستشفى كفيتي وفيتي. أنا أشكر لك هاي المشاركة. جميع إن شاء الله المسلمين وحكامنا ويشفي لنا الشيخنا الغالي الشيخ خليفة يشفيه إن شاء الله ويخليه على رؤوسنا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ونشوفكم على كل سن وكل حول إن شاء الله بالصحة والعافية يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. الله يحفظك أمي نورة سلطان. وداعة الله. تسلمين. 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 وداعة الله. أعزائي المستمعين، شو الأجمل من أن نحن نسمع أصوات الناس اللي ربونا والناس اللي كبرونا. اللي يسمعنا اليوم وعنده حد من كبار المواطنين معاه في البيت، بوسوا رؤوسهم، هذيل الخير والبركة، وجودهم هو الخير وهو السعادة، وما يحس بوجودهم إلا اللي فقدهم. الله يرحم الموتى منهم، والله يبقي الحيين تاج على رؤوسنا يا رب. أعزائي المستمعين، بعد 10 دقائق أو أقل بترفع الرايات فوق كل بيت إماراتي، ويرتفع السلام الوطني مدويا في سماء الدولة، وتقام الاحتفالات في كل أرجاء الوطن، حيث يقوم كافة أبناء الشعب برفع علم الدولة على مختلف المباني في كل إمارة،
تعبيرا عن مدى المحبة والولاء للقيادة الرشيدة، وتجديدا للعهد مع الوطن، وتأكيدا للانتماء إليه. أعزائي المستمعين، في ختام برنامج صحة وسعادة، أشكر للمشاركين معاي في البرنامج اليوم، الوالد عبد العزيز القصاب والوالدة نورة سلطان، وأشكركم أيضا على حسن الاستماع لبرنامج صحة وسعادة. حبينا تكون فقرتنا لليوم ومحاورنا لليوم مختلفة عن اللي تعودتوا عليه، حبينا نشارككم مشاركة كبار المواطنين لدينا في مركز سعادة كبار المواطنين، فخرهم واعتزازهم ودعاويهم الطيبة. شكرا لكل اللي شاركوا معنا اليوم، شكرا للأخ عبد الله الفلاسي والجميع اللي نسقوا لحلقة برنامج صحة وسعادة لليوم، والشكر موصول أيضا للأخت خديجة من مركز سعادة كبار المواطنين، وللدكتورة سلوى، والجميع اللي شاركونا أن نطلع لكم بهذا الحوار الشيق. أعزائي المستمعين، كونوا على استعداد الساعة 11 صباحا لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في قلوبكم، قبل بيوتكم وقبل مؤسساتكم. والشكر الجزيل موصول لفريق الإعداد وللأخ يوسف سعد على إعداد حلقة برنامج صحة وسعادة، وكذلك من نور دبي كل الشكر والتقدير لمخرجنا المبدع دائما واللي يبهرني في كل المناسبات الوطنية نمر محمد. أعزائي المستمعين، أتمنى أن ترفرف الرايات اليوم فوق كل بيت إماراتي، ويرتفع السلام الوطني في سماء الدولة، وتقام الاحتفالات إعلانا للعد التنازلي لإتمام دولة الإمارات العربية المتحدة عامها 50، ويقوم كافة أبناء الشعب برفع علم الدولة تعبيرا منا عن مدى المحبة والانتماء والولاء والفخر والاعتزاز بانتمائنا لدولة الإمارات العربية المتحدة. سعيدة جدا أعزائي المستمعين أن يكون لي صوت اليوم أشارك فيه معاكم هذه الاحتفالات الوطنية العزيزة على قلوبنا. كل شكر لكم لاستماعكم لبرنامج صحة وسعادة، كنت معاكم اليوم محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم الصحة والسعادة. صحة وسعادة.